الكابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق يتحدث عن الأهلي والنجمة الإفريقية 11، يكشف رأيه في مارسيل كولر ورحلة الإنجازات مع المارد الأحمر. الأهلي والدوري العام، منتخب مصر وتأهله للأمم الإفريقية، المنتخب الأولمبي ومشوار تذكرة باريس 2024 مع الكابتن إسلام الشاطر في البيت الكبير الليلة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.